حث منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على مضاعفة الجهود والعودة إلى طاولة المفاوضات فورا وبحسن نية لوقف إطلاق النار في غزة وتوفير الإغاثة للسكان المدنيين. وأعرب وينسلاند في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ بشأن التوجه الحالي، بما في ذلك شن عملية واسعة النطاق تقوض جهود توسيع نطاق إدخال السلع الإنسانية وتوزيعها بأمان على المدنيين اليائسين. وأكد وينسلاند عدم إمكانية التوصل إلى حل طويل الأمد لغزة إلا إذا كان حلا سياسيا في الأساس، وقال إن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم 8 وزراء من غزة تمثل فرصة مهمة لدعم الخطوات الملموسة على مسار توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة سياسيا واقتصاديا وإداريا. These talks ended on 9 May without agreement.